السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمال فوتوشوب عندنا النهاردة مراجعة جديدة لمالتي فانكشن ليزر كولر اوكي. اوكي براند ياباني محترم جدا، بيقدم كواليتي وريزولوشن في الطباعة عالي جدا، يعتبر بينافس الزيروكس، والزيروكس هي الطب عندنا في البرينتينج ريزولوشن والكواليتي بتاعت الطباعة. في بعض الموديلات اوكي بتتفوق على الزيروكس صراحة، يعني وخصوصا الموديلات الاسود، الليزر الاسود بيكون الكواليتي بتاع الطباعه فيها عالي جدا، والكونتراست بيكون فيها عالي جدا. في الناس اللي هتطبع كلك او محتاجه كونتراست عالي في الاسود او في الالوان، يبقى عندهم خيار الاوكي ده خيار ممتاز وقوي جدا. زائد ان هي بتاخد حبر الزيروكس الالوان، يعني هي هو نفس الحبر وبتدي كونتراست عالي، ان الدرامات بتاعتها برضو هي نفس الدرامات الخاصه بزيروكس، فبيفرق عندنا جودة الليزر يونت، وبيكون في الأوكيا حاجة كويسة جدا وحاجة محترمة جدا، لأنها طبعا تكنولوجيا ياباني فبتقدم لنا صورة محترمة قوي. هنرجع مع بعض أبرز خصائص المكنة. المكنة اللي معانا دي الموديل بتاعها أوكي إي إس 5462 دبليو دبليو دي، بترمز إن هي واي فاي. البرينتر دي مالتي فانكشن 4 في 1، وعاوز تصوير سكانر وفاكس دوبليكس ونتورك وواير واي فاي زي ما انا قلت لكم، وفيها يو اس بي هوست اهو للطباعه من الفلاشه، وان انا اسحب سكانر واسيفه على الفلاشه برضو. عندي هنا في فيدر لو انا عايز اصور كميه من الورق، وهنا في الفلات بيت بتاعتي لو انا عايز اصور بطاقه او ورقه او حاجه هارت. وفي هنا عندي درج المانيوال اللي انا اقدر استخدمه لو انا عايز اطبع على ورق شهادات، ودي سنده ليه ورق طويل شويه، عايز اطبع على ورق شهادات او ورق طوله اطول من الاي 4 كطول، مش عرض، لان العرض اخره اي 4، طوله اطول من الاي 4 ممكن احطه هنا في المانيوال. ولو عايز اطبع على ورق جلوسي، ورق كوشيه، جميع انواع الورق، اظرف، جوابات، اي 5 اي 6، ومش عايز كل شويه اوسع ضيق الدرج، ممكن احط الورق هنا واشتغل من هنا، بتشيل لحد 50 ورقه. وفي عندي الدرج الاساسي اللي هو سعه 250 ورقه، برضو ممكن اوسعه واضيقه على حسب المقاسات اللي انا عايزها، A5, A6, B5, B6, A4 وهكذا، وليتر وهكذا. المكنة بتاعتي زرار باور بتاعها هنا اهو، بضغط عليه ضغطة بتبتدي تفتح وتشتغل معايا بالشكل ده. عندي الشاشة دي متحركة، ممكن ارفعها او انيمها. عندي ده بيترفع كده، وما ده بيترفع كده ما اقدرش اني افتح الجزء الخاص بالفلات بيت، ما بيفتحش، في لوك بيقفل، بمجرد ما بنزل بيه ده كده يقدر يفتح معايا، وده امان ان ما افتح الوش عشان اطلع الحبرات ده ما يحدفش ويتكسر لورا، وطالما ده مفتوح ده مش هيطلع. ف ما ده بيقفل بيفتح ده، وما ده بيفتح بيقفل ده، وده امان حلو قوي في المكن، مش موجود في موديلات كتيره، وبيسبب ان انا ممكن ارفع الجزء ده او مايل المكنه، فجزء الفيدر ده يتفتح مني فالمفصلات تتكسر او في حاجه تحصل في المكنه او الفلاته بتاعت الفيدر تتقطع. ده من الزرار ده ببتدي اوصل للتونرز بتاعتي الحبارات، وفي فيديو هظهر عندكم فوق دلوقتي ازاي اعمل ريفيل للاوكي او للتونرز بتاعت اللوك. عندي هنا اول لون هو اللون الاسود، بفتحه بفتح اللوك الازرق كده يمين وبطلعه بالطريقة دي. الاسود عندي دبل بيبقى موجود فيه جنبه هنا تانك العادم، ده تانك العادم بتاع الاربع الوان، بيتجمع ويخش للتانك من هنا وابتدي افضيه، وده اللون الاسود اللي انا بعمل له ريفيل. ودي بقية الالوان برضو بفتح اللوك واطلعها بالشكل ده او اركبها كده. بلاقي عندي هنا في اليمين الشيب او التونر شيب اللي بتشغل المكنه، واظهر لكم برضو فيديو فوق
هو ازاي اصفر او ارجع التونر دي مية في الشيب دي 100% تاني. كنت عملت فيديو ان هو انت مش هتحتاج انك تغيرها، فعملنا فيديو ازاي نعملها ريسيت. دول الاربعه ليزر الخاصين بالالوان، بيبقى عليهم حبر، ممكن امشي صابع كده او بقطن او منديل وامسح الحبر اللي عليهم، لان لو عليهم حبر بيظهر لي بهتان في الورق او خطوط بيضة في الطباعه. نبتدي اقفل غطا الحبرات ونرجع للبنة بتاعتنا. زرار الاستبطاس ده طالما منور بيكون في حاجه المكنه عايزه تقولها لي، او في مشكله او في حشر او الحبره خلصانه، فطالما منور لازم اخش عليه. هو كان منور لان كنت فتحت غطا الحبرات وقفلته، فكانت بتعمل كاليبريتنج او ورنينج اب، فكان منور لحد ما خلصت وقفت وطفى. طيب لو فضل منور بتخش عليه هنا، فبيظهر لك هنا في الجزء الفاضي ده كلام هنا يقول لك بقى اذا كان في بيبر جام او في تونر امبتي او اي حاجه. انا دلوقتي عندي الاربعه تونرز بتاعتي، السي عندي فاضي كنت انا مليته ومش عملت ريسيت. هنعمل ريسيت مع بعض دلوقتي واوريكم برضو ازاي اعمل له ريسيت وخلي النسبه بتاعته 100% بعد المال. والثلاث الوان التانيين كنت انا ماليهم قبل كده وعامل لهم ريسيت، فظاهرين عندي 100%. طيب البرنتر دي عندي واي فاي، هي دلوقتي متظبطه ان هي تشتغل عن طريق الكيبل. لو انا وصلت كابل البرنتر بين المكنه والجهاز، الجهاز يحس بيها وابتدي اعرفه واشتغل عليه. طب انا عايز اشغل الواي فاي، عايز اخش على الواي فاي، هعمل ايه؟ او عايز اربطها على الشبكه عشان ابتدي اطبع عن طريق الشبكه بدون كابلات، وعن طريق الواي فاي بدون كابلات، واطبع عن طريق الموبايل بدون كابلات. خش هنا على سيتنج، بنزل بالسهم عند وايرلس سيتنج، خش اوكي. هيطلب مني الادمن باسورد. الادمن باسورد الديفولت بتاع الاوكي حرف ايه 6 مرات، 1 2 3 4 5 6، وبعد كده اتك انتر. كنت عملت فيديو قبل كده على القناة القديمة اللي اتمسحت، اللي هو ازاي نرست الباسورد ده لو لقيناه متغير على المكنة. لو لقينا الباسورد ده متغير على المكنة ازاي اعمله ريسيت وارجعه تاني الديفولت. المهم اول ما دخلت حرف ايه 6 مرات ظهر لي مسج واختفت. المسج دي معناها ان طالما انا فعلت الواي فاي مود او ربطتها عن طريق الواي فاي، كابل اليو اس بي اللي واصل بينها وبين الجهاز هيقف، ما عادش تقدر تطبع، او الجهاز ما عادش الجهاز ما عادش يشوف المكن عن طريق اليو اس بي. خلاص انت شغلت واي فاي، فاحنا بنلغي لك اليو اس بي، ما ينفعش الاثنين مع بعض. طيب ننزل عندك اول خيار هنا ان انت تعمل لها سيت اب عن طريق الدبليو بي اس. في زرار في الراوتر لو انت مفعله اسمه زرار دبليو بي اس، وزرار اسود كده تتك عليه في الراوتر، وبعد كده بتيجي هنا عند الخريطة ده تخش اوكي، فبتدي يسرش على الرواتر او الموجودة في المكان اللي ال دبليو بي اس فيها مفتوح، وتعمل لينك اوتوماتيك من غير ما تدخل اي باسوردات. ده اوبشن، بس معظم الرواتر بيبقى ال دبليو بي اس فيها مقفول، وانت ممكن ما تبقاش عارف ازاي تخش تفتحه، او الراوتر اصلا ما فيهوش دبليو بي اس، لان ده بيعتبر ثغرة ان الناس تخش تهكر الراوتر بتاعك وتعرف الباسورد. فنخش على الاوبشن التاني اللي هو وايرلس نتورك سيلكشن، تك اوكي، فبيبتدي يسرش على الرواتر او على الاجهزه اللي انا اقدر اكونكت عليها المتاحه عندك في المكان، او الراوتر الخاص بيك، او الاكسس بوينت، او الشبكه بتاعتك. فبيظهر لي هنا الشبكات المتاحه، اول واحد هنا كمال فوده اللي هو الخاص بيا. ابتدي اقلب لو انا عايز اخش على اكسس او راوتر تاني واختار اللي انا عايزه، فانا هختار كمال فوده، اقول له اوكي. هيقول لي دخل الباسورد بتاع وايرلس او بتاع الواي فاي، نكتب الباسورد بتاعي كي اي ام اي ال اف او دي اي 9 1، تك دن اوكي. هيبتدي يعمل كونكت، هنستنى لحد ما يقول لي successfully.
قال لي كونكشن سكسسفول وارد كونكشن ديسيبل. انا لغيت لك طالما عملت كونكت على الوايرلس الكابل اتعمل له ديسيبل. طيب انا اخش على زرار ستيتس هنا هلاقي عندي ظهر لي علامة الواي فاي ان انا عملت كونكت على الواي فاي هنا. طيب انا خلصت او انا خلاص انا مش عايز اشتغل على الواي فاي، عايز ارجعه اشتغل على الكابل تاني، هعمل ايه؟ بضغط هنا على سيتنج وبنزل بسهم تحت بلاقي سيكشن جديد فتح لي اسمه انيبل وايرد كونكشن، مجرد ما اتك اوكي بيقفل لي الواي فاي او بيقفل لي الوايرلس وبيدخلني تاني على الكابل او بيفعل لي تاني اليو اس بي كيبل الكابل بتاعي. طيب قفلت المكنة وفتحتها هو خلاص كونكت على الواي فاي، طالما انا دخلتها مرة الواي فاي شغال خلاص ده انه كونكت على الواي فاي. ده انا عملت كونكت على الواي فاي، وفي اخر الفيديو نروح للجهاز واعرفكم ازاي نعرف المكنة، بس بعد ما نشرح خصائص التصوير وازاي اطلع منها ريبورت. دلوقتي انا ممكن اخش على زر سيتنج هنا، اول حاجة عندي هنا ريبورتس، خش على اوكي، هنزل عند سيستم، خش اه تاني واحدة ديمو بيج، اقول له اوكي اوكي اوكي، هيطلع لي ريبورت تيست. الريبورت تيست اللي هيطلع لي ده بعرف منه حالة المكنة او حالة الدرامات معنى اصح من خلال الصورة اللي بتطلع لي، لانه بيبقى ريبورت الوان وفي درجات الالوان بتاعتي وفي بيظهر اللمعة او حالة الدرام او اذا كان في وساخة او في مشكلة في الالوان او كده. ورقة اهي اتطبعت لي زي ما انتوا شايفين، شايفين في لمعة في الالوان، ودي معظم درجات الالوان الاساسية ازرق احمر اصفر اسود ماجنتا اخضر ودارك بلو. فدي ده ريبورت طالع لي اهو، طالع لي كويس قوي ممتاز وجميل. فدي ده اول تيست. الصورة اللي انا طبعتها من على الموبايل اتطبعت زي الفل. طيب انا دلوقتي عرفت ازاي اطبع من على الموبايل. طيب نشرح ابرز خصائص التصوير وبعد كده نروح للكمبيوتر نعرفكم ازاي برضو نعرف البرينتر على الكمبيوتر عن طريق الشبكة او الواي فاي. طيب نفتح البرينتر، بتعمل باور سيف بعد فترة عشان توفر الكهرباء لو انت مش مستخدمها ودرجة حرارة السخان تهدى وما تستهلكش كهرباء على الفاضي. عندي هنا الاربع خيارات دول كوبي سكان برينت فاكس. عشان تعمل كوبي لازم يكون اللمبة الاولانية دي هي اللي منورة الخاصة بالكوبي. طيب انا عشان اصور بجيب مثلا الورقة اللي انا عايز اصورها بحطها على الفلات بيت واقفل، او بحطها في الكيدر بالشكل ده وخلي الكلام لفوق واتك تصوير. طيب نبتدي اول حاجة بالفلات بيت سواء ورقة او بطاقة شهادة اي حاجة. عندي هنا اتنين زرار خاصين بالتصوير اللي هو ستارت، واحد لو انا هصور بلاك اند وايت، واحد لو انا هصورها الوان. طيب انا عايز اصورها كذا نسخة، بتك عدد النسخ اللي انا عايزه من الزرار دي وليكن 10 نسخ، كتب لي رقم 10 اهو، بتك تصوير اسود او الوان فبيطلع لي من الصورة او من الورقة دي 10 نسخ. طيب عايز ارجعهم نسخة واحدة، زرار كلير اهو واضغط عليه بترجع نسخة واحدة. طيب نخليهم نسختين مثلا ونقول له صورها لنا بلاك اند وايت، تك تصوير فهتطلع لي الصورة دي نسختين.
النسخة الأولى وأدي النسخة التانية، صورت لي نسختين بلاك أند وايت. تمام. طيب عايز أصورها دوبلكس، لو هي ورقة ودوبلكس وش وظهر، أو نرجعهم نسخة واحدة، لو هي ورقة دوبلكس وش وظهر وعايز أصورها أعمل إيه؟ هاجي هنا عند تشينج سيتنج، بقول عشان تشينج سيتنج خش سهم يمين، خش سهم يمين وننزل عند تاني واحدة اللي هي دوبلكس كوبي، خش عليها اوكي، وننزل عند اول واحدة اللي هي دوبلكس ال اي اللي هي لونج اتش. تمام. نتك اوكي ونرجع باك، فهنتك تصوير. فبيبتدي ياخد الوش الاولاني للدوكيمنت او الورقة اللي انا حاططها، وبعد كده يقول لي بليز سيت نيكست دوكيمنت. المفروض بقى اقلبها على الوش التاني، بس انا عشان وش تاني مفيش فيه حاجة فهخليها على نفس الوش، وهقول له ستارت سكان اوكي. فالورقة دي هتطلع لي وش وظهر اوتوماتيك من غير ما اقلب الورقة، من غير ما اعمل اي حاجة، تطلع وبتتسحب وتطبع على الوش التاني زي ما هتشوفوا دلوقتي اهو، دوبلكس وش وظهر. انا صورت الوش طلعت اوتوماتيك دوبلكس وش وظهر. تمام. ده بالنسبة لي خلاص، اقول له سكان كومبليت. ده بالنسبة لي الفلات بيت او الازازة من هنا. طيب انا لو عايز اصور من الفيدر، الفيدر مستو ان انا ممكن احط ادي ورقة، ادي اتنين، ادي تلاتة، احط لحد 50 ورقة، املا ورق نشوفه اهو، احط كل الورق ده فوق هنا كده، واروح جاي ضارب تصوير اسود او الوان، برضو ممكن احدد عدد النسخ فهيصورهم لي اوتوماتيك من غير ما ارفع واحط ورقه ورقه. اول حاجه لازم نلغي اوبشن الدوبلكس اللي انا كنت عملته، خش سهم يمين وانزل عن دوبلكس واعمله اوف اول واحد، او لو انا عايز اعمل دوبلكس من الفيدر هختار تالت واحده اللي هي دوبلكس دوبلكس، ده لو هعمل دوبلكس من الفيدر دوبلكس دوبلكس، لو هعمل دوبلكس من الفلات بيت من الازازه اول واحده تبقى دوبلكس ال اي. فنجرب فيدر مثلا، نجرب الفيدر، انا عملتها دوبلكس دوبلكس وهقول له تصوير بلاك اند وايت. شوف الدوبلكس الفيدر هيعمل ازاي، الورقه دي هتطلع فوق وتنزل وتطلع وتطلع من تحت اهو، هو بيقلبها فوق اهو. الفيدر بتاع الاوكي مختلف عن اي فيدر تاني، الميكانيزم بتاعته محترمه قوي جدا، تبتدي تسحب ورقة ورقة دوبلكس وش وظهر زي ما انتوا شايفين، وتطلع اهو تطلع الورق تحت اهو وش وظهر. طبعا عشان الظهر ابيض في معظم الورق فده هيطلع ابيض زي ما هو. عايز اكنسل، خلاص انتوا فهمتوا الدنيا ماشيه ازاي. ده بالنسبه للتصوير من الفلات بيت من الفيدر وش ودوبلكس، لو وش واحد هنخلي الدوبلكس اوف زي ما انا قلت لكم، انا كنسلت عشان ما يكملش، اللي طلع طلع خلاص، دي كانت الدوبلكس، هتصور الدوبلكس الاصل بيطلع من هنا اهو، والصور هي اللي بتطلع من تحت. طب تمام، نيجي هنا عند تشينج سيتنج ونخلي تاني واحد دوبلكس دي نخليها اوف عشان نرجعها وش واحد تاني. طيب انا عندي هنا في التشينج سيتنج ده عندي اوبشنات كتيره، زي مثلا سكان سايز، اقدر احدد الحاجه اللي انا بعمل لها سكان من هنا، احدد حجمها A4 ولا A5 واختار المقاس اللي انا عايزه عشان تطلع لي على قد الورقه اللي انا هحطها في الدرج. والبيبر فيد هبتدي احدد انا عايز اسحب من الدرج اللي فوق ولا الدرج اللي تحت، الزوم تكبير والتصغير تلعب فيه وهكذا. الايمج سيتنج هنا ممكن اغمق افتح دينستي، عندي 3 درجات تغميق و 3 درجات تفتيح، في شغل كتير ممكن اعمله. تمام. في عندي اوبشن برضو حلوة قوي في هنا هرهولكو، وبرضو الدوكومنت تايب لو انا عايز احدد انا بصور ايه، تكست فوت ولا فوت ولا
تكست فوتو ولا تكست ولا فوتو، بيظبط لي الصور برضو اكتر، خصوصا لو بتصور بطاقة وخليتها فوتو هيظهر لك الصور اللي في الخلفية بتاعة الأهرامات والكلام ده كله. ريزولوشن الباك جراوند ريموفال، الباك جراوند ريموفال ده مهم جدا. لو انت بتصور حاجة وفيها خلفية، وليكن خلفية وساخة أو في لوجو وعايز تخفه أو تشيله خالص، تيجي عند الباك جراوند ريموفال ده وتزوده تخليه أعلى حاجة 6 مثلا، أو انت عايز تظهر الخلفية قوي هتخليها أقل حاجة أو تعمله أوف فهيظهرها لك قوي. تمام، هو أوتوماتيك متظبط على 3، وده عشان لو الورقة فيها خلفية خفيفة أو وساخة بيظبط المكنة بتظبطها أوتوماتيك. ليفل 3، عايز تزود الموضوع ده بتزوده، عايز تلغيه أو تقفله بتقفله. تمام، ده أوبشن حلو قوي، وكذلك كونتراست ممكن تزوده من الأوبشن ده. طيب خلاص، دي معظم الحاجات المهمة في التصوير. نروح بقى للكمبيوتر وعرفكم ازاي تعرفوا المكنة عن طريق النتورك او اليو اس بي او او. نيجي على الكمبيوتر، اول حاجة عايزين نعرف المكنة خدت اي بي كام. ممكن اطلع ريبورت نتورك من على المكنة واعرف هي خدت اي بي كام، وممكن اجي هنا عند الكمبيوتر انزل برنامج نتورك واتشر، انا منزله عندي مسطبه اهو، بيعمل سيرش على الأجهزة اللي موجودة معايا على الشبكة وبيجيب لي الاي بي الخاص بالمكنة بتاعتي اهي، اوكي الكتريك واخد اي بي 22. البرنامج ده اقدر اجيبه منين؟ باجي هنا في جوجل واكتب نتورك ووتشر اهو، واتك انتر، اول لينك خش عليه، انزل تحت كده اهو، واجي هنا اهو في فايل مضغوط وفي فايل اكس سيت اب، اتك على اللينك ده فبيحمل معايا، اقدر اسطبه ويبقى معايا بالشكل ده. فهو عرف لي او انا عرفت من خلاله ان المكنة بتاعتي واخدة اي بي 22. فنيجي هنا في البراوزر اكتب 192.168.1.22، تك انتر، فتح لي صفحة الكونفيجريشن الخاصة بالمكنة. كده انا اتأكدت ان انا كل حاجة تمام والمكنة عندي على النتورك. طيب انا عندي المكنه هنا زي ما قلت لكم ان السي كنت مليته، ما عملتش ريسيت للشريحه، وانا قلت لكم ازاي هعرفكم ازاي تعملوا ريسيت للشريحه في فيديو كنت عملته قبل كده، وهنعمله برضو دلوقتي مع بعض بالطريقه. في هنا برنامج اسمه اوكي ريسيتر، طريقه استخدامه عملناها فيديو زي ما قلت لكم، ممكن تنزلوه وتشوفوه. طيب هي الاوكي البرنامج بيعمل سيرش على النتورك عشان يشوف البرنترات المتاحة، لان هو بيتعرف على المكنة عن طريق النتورك. طيب طبعا ده الاي بي القديم اللي هي كانت واخداه، الاي بي ده اتغير، فانا هخرج خش تاني عشان ادخل الاي بي اللي هي خدته الجديد. تك هي عملت على طول اوتوماتيك ديديكيتد وعرفت اول اي بي الجديد 22. تمام، جاب لي هو النسيان فعلا 10%، وانا كنت عامل ريسيت للدرامات للدرام لايف مخلي 100%، والبيلت ان والفيوزر مخلي كله 100%. فانا دلوقتي عايز اعمل ريسيت للون الازرق، هاجي هنا عند مانيوال ريسيت، لان انا عايز اعمل ده بس. لو اول، لو انا عايز اعمل كله هتك على اول، انا خليه هنا على المانيوال واقول له نيكست ريسيت. نستنى لحد ما يخلص خالص، هتلاقي المكنة عندنا راسترت وفتحت وراسترت تاني والتونر بقت 100%. طيب نروح نحمل التعريف على ما المكنة تفتح براحتها. الموديل بتاعي اهو، ناخده كده كوبي ونيجي كده في جوجل نكتب اوكي الموديل بتاع المكنة، نضغط انتر، هيجي لي هنا في السيرش اول لينك خالص اخش عليه، المكنة بتاعتي عمل
ديديكيتد للاوبريتنج سيستم بتاعي، عارف ان هو ويندوز 10، او انا لو عايز احمل لاوبريتنج سيستم تاني او لجهاز تاني التحريف بتاعه هختار الويندوز او نوع الويندوز من هنا، وبتظهر لي تحت هنا التعريفات بتاعته. اول حاجة خالص اهو بي سي ال برنت درايفر، هنيجي نضغط داونلود. داونلود ده تعريف البرينتر. طيب نعمل باك. في عندي هنا السكان سكانر درايفر، نعمله داونلود برضو، وده لو انا موصل البرينتر يو اس بي هستخدمه عشان اعرف السكانر. بس انا البرينتر عندي واصله نتورك، فهعمل ايه؟ هنروح هنا عند كنترول بانل. كنترول بانل هو خلاص هنا خلص الريسيت، وبقى السيان عندي 100% وعملت ريسيت للشريحة من غير ما اغيرها. طيب احنا روحنا للكنترول بانل، نخش عند ديفايس اند برينترز دي عشان نكمل تعريف البرينتر، ونقول هنا اد برينتر. هنسيبه يعمل سيرش على النتورك، هيلاقي البرينتر بتاعتي اهي، جاب الاتنين دول، مال الاتنين دول واحد اعتقد، نسيبه ما يخلص خالص. تمام خلاص هو مش هيظهر حاجة تانية. نقف مثلا عند الأولى دي ونقول له نيكست، نشوف هيطلب مني درايفر ولا هو موجود اوتوماتيك على الويندوز. لو طلب مني درايفر هنروح للدرايفر اللي احنا نزلناه الخاص بالبرينتر اللي هو ده، ونفكه ونشاور على الفولدر بتاعه عشان ياخد الملف اللي هو عايزه. بس هو ما طلبش درايفر، هو خلاص جاب الدرايفر اوتوماتيك من عن طريق الويندوز ابديت او من عن طريق الانترنت، اللي انا داخل الانترنت فما احتجتش اللي انا نزلته ده في حاجه، بس هوصل يو اس بي وهحتاجه لو انا هعرف عن طريق اليو اس بي، بس كنتورك ما احتجتوش في حاجه. قول له سيت اس ديفولت، ودي لو انت عايز تطلع تيست بيج تاكد ان كل حاجه شغاله. نجرب كتيست بيج نشوف هتطبع لا. قال لي برينتنج هنا وفعلا، والمكنة عندي عملت ورنينج اب وهتطبع معايا دلوقتي. طبعت اهي، طلعت الورقة هنا بيقول لي سند تو برينتر، وفعلا الورقة اتطبعت والاوردر راح خلاص. طيب نقول له فينش. انا دلوقتي عرفتها كبرينتر اهي، كبرينتر. مفيش طبعا سكانر، مفيش كلمة ستارت سكان هنا. طب انا عايز اسحب سكانر اعمل ايه؟ فدلوقتي بعد ما عملت اد وخلص ظهر لي عندي هنا اتنين ايكون خاصين بالبرينتر بتاعتي، واحدة خاصة بالبرينت والتانية خاصة بالسكانر اهي ستارت سكان. فدي اعملها ديفولت لو هطبع فايل، هطبع على الايقونة دي، ودي لو عايز اعمل سكان هكليك يمين هنا واقول ستارت سكان، وابتدي اقول له احدد اللون اللي انا عايز اسحب بيه سواء جراي سكيل بلاك اند وات او كولر، والصيغه بتاعتي او ارفع او اقلل الريزولوشن واقول له سكان. تمام نيكست امبورت. طيب اهي نزلت عندي الصوره. طيب دي طريقه. طب انت عايز يعني دي ايقونة موجودة في الديفايس اند برنت، عايز بقى ايقونة تانية تبقى موجودة عندك بره او في قائمة ستارت، في ابلكيشن هنا ممكن يجيبه من مايكروسوفت ستور اسمه سكانر، انا منزله بستخدمه على كل البرنترات اللي انا بعرفها نتورك. حلو اوي الابلكيشن ده، ممكن تثبتوه على في الفيفوريت وتستخدموه يعني اهو، ممكن في المهام ممكن نحطه اهو، انا كده كده منزل اهو بيظهر. يعني انت عايز تسحب سكانر تك هنا كده على طول اهو، عامل ديتيكيتد للبرينتر بتاعتي اوكي. ممكن ابتدي اقول له اذا كان مسطح اللي هو الفلات بيت او الفيدر، هيسحب سكانر من الفلات بيت من على الازازه او من على الفيدر،
او اسيبها اوتوماتيك. لو انت حاطط في الفيدر بيبقى فيه سنسور، فهي بتعرف انت تحط في الفيدر، ولو انت حاطط على الازازه السنسور ما بيبقاش شغال، فهتعرف ان انت هتاخد من على الازازه وهي بتحدد اوتوماتيك. وهنا تختار الصيغه اللي انت عايز تسيف بيها، بعدين تقول له سكان، فابتدي اعمل عرض. هي الصوره اللي سحبها لي اللي انا حاططها وعملت لها سكانر. تمام كده انا عرفت برينتر وسكانر، وده ابلكيشن حلو قوي ممكن تستخدمه وتسحبه بسكانر عن طريق الشبكه. كده يكون انتهى الشرح، اتمنى يكون بسيط ونال اعجابكم. كان معكم كمال فودان فوتوشوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.